كشف عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية أن مباراة السوبر المحلي ستقام خارج مصر وتحديدا في دولة الإمارات مثل ما حدث في النسختين السابقتين. قال وهبي في تصريحات خاصة للنشرة الرياضية لأون لايف أنه تم الاستقرار على استمرار إقامة مباراة السوبر المقبلة في الإمارات وجاري تحديد الملعب الذي سيستضيفها. كانت أنباء خرجت من اتحاد الكرة بأن مباراة السوبر ستقام في مصر بعد خروج الزمالك من البطولة على يد المصري البورسعيدي، على اعتبار أن العروض الخارجية كانت تشترط أن يكون الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية طرف في هذه المواجهة، إلا أن الشركة الراعية رأت أن مواجهة الأهلي والمصري على السوبر لا تقل إثارة وجماهيرية.